إلى الموت أشهد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارضنا عن شيخنا وعن والديه وحاضرين ومسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه وما زلنا مع كتاب القرآن وما زلنا مع باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رضي الله عنك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. أذكر هنا أخي الكريم في فضل الذكر، وقد قال مثلا: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وقالت كلك أنا حتى يكون مجنون. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقال: اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومع النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وقال قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: من قال لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. شوف، كانه أعتق 10 رقاب، وقدمت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فهو بقوله ذلك يكون قد عدل 10 رقاب عتقا، وقدمت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان. هذا بالاستمرار عليها صباحا ومساء تكون له حصنا من الشيطان. وفي أعظم الذكر ألا وفيه تحقيق قضية الكون الكبرى: لا إله إلا الله. إذا قال: من قال لا إله إلا الله لا شريك له وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 حسنات و10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به. هنا حمل العلماء على 100 سيئة بأنها الصغيرة، وصراحة ما في دلالة على ذلك، هذا سياق وحده في قضية وحدها. هو أن من قال هذا الذكر، وفي الحديث أن الذكر أفضل الأعمال، وأن الكلام إذا قيل 100 مرة يعدل 10 رقاب، وهذا بتكرار الذكر لما فيه من الحسنات أيضا 100 حسنة ومحت عنه 100 سيئة. وفي ذلك أو في الباب قول أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال: ألا أدلكم وأخبركم بخير أعمالكم أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير من كثير من الصدقة والصوم، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله جل وعلا. قال: ذكر الله خير من ضرب الأعناق وضرب الأبشار. قال معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقالوا: ذكر الله خير من حطم السيوف. وقال الله تعالى: خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات فسرها أكثر من صاحب، وأيضا جاء الحديث عنها، وهي: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بأيتهن بدأ صح ذلك. وهذا يبين لنا فضل الذكر، وأن المرء إذا جعل لسانه راطبا بذكر الله جل وعلا لا يزال معضدا موفقا مسددا، معه معين من الله جل في علاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها. وأفضل الذكر القرآن، وبعده لا إله إلا الله لا شريك له، وبعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال علماؤنا أنه من شغل نفسه بذكر الله جل في علاه ليس ما زال له من الله معين ونصير ومعضد، وما دام في ذكر الله جل في علاه فالله يذكره. وهذه أعظم فوائد الذكر، أعظم فوائد الذكر على الإطلاق، هو أنه ما ذكرت الله إلا وذكرك الله جل في علاه. ذكرت الله في ب ب ب ب بالعلن بالجهر، ذكرك لأنه قال: وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. عامة أننا هذا الذكر من أفضل الذكر، وعلى المرء أن يحافظ عليه صباح مساء ليل نهار، فإن له حرز من الشيطان به. قوله: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بإثبات يحيي ويميت.
وهو على كل شيء قدير. 100 مرة إذا أصبح، 100 مرة إذا أمسى، لم يجئ أحد بأفضل من عملي إلا من قال أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سبحان الله بحمدي، سبحان الله العظيم 100 مرة غفرت له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. حقا من أراد الله به خيرا ألزمه ذكره، من أراد الله به خيرا ألزمه ذكره. ففي كل لحظة وكل حين عندما يذكر الله ربنا المجيد سبحانه جل في علاه يجد بأن الله جل وعلا أجر الحق على لسانه، ويجد أن الله فتح عليه فهما للأسماء الحسنى لم يفتح عليه قبلها في هذا الباب، وأيضا يجد معددا ونصيرا. والذكر أفضل قوت القلوب، أفضل قوت القلوب على الإطلاق هو الذكر. الفوائد المستنبطة: أفضل الذكر التوحيد، من لازم الذكر ارتفع القدر، ارتفع له القدر وكان له تفريج الكرب وسعى وكان بركة على كل من لازمه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.